نحن الآن في ورشة ميرسيكور، هاي الورشة اللي يتم فيها تجهيز وإنتاج الوسائل التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة، كما يتم فيها صيانة وتعديل الأجهزة المستخدمة من قبل هؤلاء الأطفال، كما قمنا فيها مؤخرا بإنتاج عربيات في ظل جائحة كورونا لاستخدامها في نقل الطلبة من أماكن سكنهم إلى مراكز الخدمة المقدمة لهم. هاي الورشة أنشئت منذ عام تقريبا في عام 2019. بعد ما توقفت الأنشطة بسبب أزمة كورونا، توصلنا الآلية أنه كمعلم ضلوي ميسر من المركز نقوم بنقل الطلاب بالعرباية من منازلهم إلى المركز. طبعاً نقوم بنقل ذوي الإعاقة الحركية، طلاب ذوي الإعاقة الحركية طبعاً بالتنسيق مع الأهالي، واللي بيكون طبعاً المعالج الفيزيائي متواجد في انتظار الطالب. أنا كمعلم ظل بقوم بالتواجد من الجلسة، وبعدها بعد ما نقدم الخدمة للطالب نقوم أيضاً بإعطاء الطالب جلسة أكاديمية وجهية. ابني محمد لديه إعاقة، من ذوي الإعاقة لديه شلل نصفي. قدمت في 2016 للمخيم الأزرق، دخل المدرسة في منظمة ميرسي كوربس، قدمت له المساعدة، تعليم دامج، كرسي متحرك، طبعا كل ما يحتاج إليه لها كل الشكر. كذلك الأمر ضمن الأزمة اللي نحن فيها يعني حاليا هي أزمة كورونا، قدموا له تعليم عن بعد أونلاين، كذلك الأمر معالجة فيزيائية، والآن أصبح الشباب يعني المتطوعين في منظمة ميرسي كوربس يأتون ويأخذون محمد ويعالجوه فيزيائيا ثم يعيدوه إلى المنزل. برنامج التعليم الدامج في منظمة ميرسي كورب برنامج يعنى بتقديم خدماته للأطفال من ذوي الإعاقات، الإعاقات المختلفة سواء كانت السمعية أو البصرية أو الحركية وصعوبات التعلم. هذا البرنامج عم يعمل جاهد لا يواكب التطورات الميدانية على صعيد أزمة كورونا في داخل مخيمات اللجوء السوري، ليضمن وصول خدماته لجميع الأطفال من ذوي الإعاقة بكل أنواع الخدمات اللي حالياً موجودة. تحولت ميرسي كورب لتقديم خدماتها للطلاب عن طريق التواصل عن بعد أونلاين. خلال الشهر الماضي توصلت ميرسي كورب وبالتعاون مع اليونيسيف إلى آلية جديدة بتقدر تقدم جلساتها للطلاب بشكل وجاهي من خلال استخدام مراكز مكاني، بشرط أنه يكون مع كل معلم طالب واحد فقط واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا. حالياً عملية التعليم عن بعد مستمرة بالإضافة إلى التعليم الوجاهي.